هديه هديه، انت رايحه فين يا هديه؟ وايش الشنطه دي؟ ماشيه وسايبهولك، اشبعي بيه. عجبك قوي يا اختي؟ ده انت لسه ما تعرفيش حاجه عن الكبير. انت سمعتيه وهو بيشخر؟ كانك نايمه وجنبك وابور زلط. ده انت حتى تخافي تمسكي شراب من شرباته بعد ما يقلعها. طب جربي كده تعملي حاجه غلط وانت تلقي كف ينزل على وشك الجميل ده يعمل لك نيو لوك، ولا اجدعها دكتور تجميل يعدل وشك تاني، ولا حتى المقاولين العرب يعرفوا يعدلوه. وانا عن نفسي سايبهولك، ما هو قالوا لنا زمان الراجل اللي يخون شدي عليه السفون. ست هديه، ست الناس هملت لك الدار وسابت لك الامانه دي. اهدى شريط يا كبير. اخف من وش يا غبي. عزيزي الكبير، عندما تستمع الى هذه الرساله سأكون أنا في الميكروباص في طريقي إلى دار أبوي. أما بخصوص موضوع جوازك من السنيورة، فأنا أتمنى من كل قلبي لراجلي اللي كان جوزي إنها تطربق على دماغك ودماغها. روح، أنا فيتك للغزية، تسلت منك هيبتك وتقلعك الجلبية وتلبسك المنطلون والقميص وتخليك تسبسب شعرك وتعمل قصة، ولا انت اصلا ما عندك شعر، وتبقى جوز الست. وختاما بهديلك الأغنية. نيكول، انا يعني كنت عايز اقول لك على حاجه. بصراحه انا كمان ما تقلك شيء. يبقى قولي انت الاول، ليديز فيرست معروفه. ما بعرف شو بدي اشرح لك اياها، بس لقيت انه ما راح اعرف اتكيف على الحياه هون. عندك حق، بلدنا حر على الاخر. انا عملت حسابي، بعدت جبت تكييف 4 حصان. انت مش فاهم قصدي. انا قصدي اقول ان انا مش هعرف اعيش في البلد هنا، وبصراحة ما اقدرش اخد راجل من مراته. وانا كمان ما اقدرش اخد راجل من مراته، اقصد اقول ما اقدرش اسيب هدية. هي صحيح جاموسة بس بنت حلال وعشرة عمر. معلش يا كبير، اللي عملته هدية ده عشان بتحبك. انت طيبة قوي يا نيكول، يعني بتدافع عنيها بعد كل اللي عملته معاكي. صدقني ده طبيعي،
أنا لو كنت مكانها أو أي ست في الدنيا كانت مكانها كانت برضو هتعمل كده وأكتر كمان. تعرفي اليومين اللي عشناهم سوا دول مش ممكن أنساهم. وأنا كمان أثروا فيا قوي. كنت عايزة بس أستأذنك إن أنا أغني في الحفلة. حرام يعني الناس اللي إحنا وعدناهم. ليه؟ Do it. وادو. يلا بقى. خلي بالك على نفسك ها؟ أوكي. نيكول. ممكن طلب صغير قدك ده؟ تعالي يا هدية. خش. شوف جبت لك مين. نورتي بيتك يا هدية. كده تفوتيني الحالة في الدار. ما انت عارفة اني ما اقدرش اعيش من غيرك. انت اللي فوتني الاول. خلاص بقى يا هدية. ما انا قلت لك انه كان متضايق من اللي عمله معاكي. بعدين هو اللي بعتني اجيبك عشان يصالحك. هدية. ما تبقيش غادية تمال. ما نتعاتبوا قدام الناس ولا ايه؟ ما تاجي ما تاجي نتعاتبوا فوق ها؟ نقفل الباب علينا في الأوضة لوحدينا ونتعاتبوا. ماشي. اهو كده بقى انا اطمنت ان انتوا رجعتوا لبعض. يلا يا هدية خدي جوزك واطلعي فوق. انا متشكرة قوي يعني كوت تقوليش كده. وانا متشكر قوي يا ليكون. يلا 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 يا بقرة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مش يلا مش يلا نجهز الحفلة فاضل لها 3 ساعات. مظبوط هطلع أجهز حالا. نيكول استني منيح إنك موجودة عشان تعرف شو عم بيصير من ورا ظهرك. خير شو فيه؟ أنا ماشي بالسيارة لقيت الأستاذ بيبيع تذاكر وإحنا عاملين الحفلة كومبليمون. أنت؟ أنت بتسرقني؟ أنت ما طلعتش أهبل. أنت طلعت مخادع. لا أنا أهبل. أنت نمس. أهبل. أنت؟ أنت يا هدرس؟ أنت تعمل كده؟ أي ليه؟ معلش يا جماعة سوري الغلطة دي عندنا إحنا. أنا هتصرف معاك يا حيوان. أنا اللي هتصرف معاه أنا راح أحبسه. لا والله العظيم أنا ما عملت حاجة. ده سي توماس. سي توماس هو اللي اداني التذاكر وده اللي سيدوني بيسلم عليك وبيدلك بيع دول. الكلام ده حقيقي يا توماس؟ او ماي جاد حقيقي الكلام ده؟ ايوه حقيقي. او ماي جاد ليه؟ 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 انت ترجع بلدك حالا. انا اللي هرجع بلدي وحالا. نو 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 بليز بليز نيكول دي اول حاجه اعملها بعد ما بقيت نيو عمده. بجد شكلي هيبقى سيس جدي. مش مشكلتي انا وافقت اعمل الحفله دي عشان انا بحب مصر ونفسي اغني في الصعيد. انما انت ما تضحكش عليا. روجي عيوني قول للعالم يدب اغراضه لانه هلا انا بدي اسافر. يلا نيكول. او ماي جاد لعب عيل ده ولا ايه؟ لعلمك بقى انا عندي فكره ممكن تخلص الموضوع ده كله في مينت. جوني اشلي حتى انت هدرس